هجاوب على سؤالين. السؤال الأول خاص بضوة القيامة في الفترة ما بين عيد الصعود وما بين عيد حلول الروح القدس، وده سؤال يعني بيتكرر وفي ممارسات مختلفة، يعني ممارسات طقسية مختلفة وآراء مختلفة في هذا الموضوع، فأنا مش هخش في يعني في تفاصيل كتيرة، لكن هقول بس إيه اللي احنا اللي بنتبعه هنا في الأبوشية عشان يبقى يعني الآباء عارفين والشعب عارف. نحن بعد عيد الصعود، وطبعا ده تم يوم الخميس، الدورة بتتوقف ما عدا في يوم الأحد، في حد واحد بين عيد الصعود وبين عيد حلول الروح القدس، وأيضا الدورة في باكر عيد حلول الروح القدس، هما دول المرتين اللي بقى فيهم دورات بعد عيد الصعود. وأحب أن أنا يعني أشير إلى نقطة مهمة جدا بالنسبة لطقس الكنيسة. طقس الكنيسة بوجه عام بيراعي بالنسبة للأحداث عنصرين، العنصر الأول اللي هو الحدث التاريخي نفسه كيف حدث، والعنصر الثاني المعنى اللاهوتي اللي بيمثله هذا الحدث. فمثلا لما نيجي فترة الخمسين المقدسة بنجد ان هي احتفال يومي بعيد القيامة بيستمر لحد عيد العنصرة. تاريخيا القيامة حدثت يوم الأحد، المسيح ظهر للتلاميذ واستمر يظهر لهم لحد 40 يوم زي ما مذكور في سفر الأعمال، وبعد كده صعد. يبقى الفترة اللي هي ما بين الصعود وما بين حلول الروح القدس بعد ما وعدهم أن يرسل لهم المعزي ما كانش فيها ظهورات للسيد المسيح لأنه كان صعد، ده من ناحية تاريخية. لكن الكنيسة لم تنهي الاحتفال بعيد القيامة بعيد الصعود، أضافت عيد الصعود، شكرا بتضيف أيقونة الصعود، لأن المعنى اللاهوتي هو أن قيامة المسيح ليس فقط مجرد حدث تاريخي حصل في التاريخ وهذا حقيقة، لكن حدث أيضا فوق التاريخ، لأن قيامته هي قيامتنا أيضا، أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات، جزء من خطة الخلاص. وهذا الخلاص لا نستطيع أن نحصل عليه إلا بعمل الروح القدس. لذلك الكنيسة مدت الاحتفال تشمل أن فترة الخمسين تبقى فترة كلها فترة متكاملة تنتهي بحلول الروح القدس اللي فيه فعلا تتحقق قيامتنا وجلوسنا معه في السماويات بعمل الروح القدس، زي ما القديس كيرلس صاغ العبارة أنه من الآب في الإبن بالروح القدس. لذلك الفترة دي الكنيسة يعني أو الطقس اللي احنا بنتبعه في إشارة إلى ناحية تاريخية أن ظهورات المسيح ما كانتش خلاص أنه صعد، وفي نفس الوقت في إشارة إلى أن احنا مستمرين بالاحتفال بالقيامة. ويوم الأحد بعد فترة الخمسين بياخد أهمية خاصة، أصبح هو احتفالنا بالقيامة، الاحتفال الأسبوعي بالقيامة. وباكر بيأخذ أهمية خاصة، يعني تلاحظوا في طقس الكنيسة أن بعد الخمسين بيستمر احتفالنا بالقيامة أيام الأحد، وباكر كل يوم حد لحد نهاية شهر هاتور يعني قبل كيهك بيكون دايما إنجيل باكر هو عن القيامة، لأنه المسيح قام فجر الأحد. فالإشارتين دول بيخلي أنه في دورة يوم الأحد وأيضا في دورة يوم في باكر أحد في باكر يوم أحد عيد العنصرة أو عيد الحلول الروح القدس. طبعا الدورة هي دورة كاملة، يعني بعض الناس طبعا بيروا ان الفترة دي بتكون الدورة برضو قاصرة على الهيكل، وده طبعا لها تأملات جميلة، لكن بتقف قدامها امرين. لو احنا قلنا ان الدورة بتبقى في الهيكل لان المسيح صعد والهيكل بيرمز الى السماء، يبقى معنى كده انه
مفروض كانت الدورة أثناء الأربعين يوم تكون في الكنيسة فقط، لأن لو كانت الكنيسة بترمز إلى ظهورات المسيح وسط التلاميذ والشعب، وإنه بعد كده صعد إلى السماء فأصبح في الهيكل، يبقى مفروض كان أثناء الأربعين يوم تبقى الدورة بس في الكنيسة، ونيجي يوم عيد الصعود ننتقل إلى الدورة داخل الهيكل، وبعد كده يبقى الدورة جوه الهيكل بس. طبعا الكلام ده ما بيحصلش، نحن من البداية الدورة بتبتدي داخل الهيكل ثلاث مرات، وبعدين بنطلع ثلاث مرات في الكنيسة، وبعدين بنرجع تاني دورة في داخل الكنيسة. الحاجة التانية، لو مشينا على هذا الأمر، يعني يبقى معنى كده إنه هل الدورة اللي كانت بتحصل في الأربعين يوم إن المسيح كان في السماء وبعدين بينزل بيظهر للناس وبعدين يرجع تاني، عشان كده الدورة، وبعد كده في الصعود خلاص بقى في السماء ما بيظهرش للشعب؟ لكن طبعا ده غير الواقع، إن السيد المسيح لم يصعد إلا في عيد الصعود، يعني ما حصلش إن هو كان بيصعد وينزل وبعدين يصعد تاني، صح؟ ما كانش موجود مع التلاميذ باستمرار. لكن اللي أنا عايز أقوله إن في آراء مختلفة وفي ممارسات طقسية مختلفة في هذه الفترة، وإن الأمر دايما يعني في الآخر أهم حاجة إن احنا نحتفل ونفرح بالصعود ونفرح بقيامة المسيح، وإن كان هناك يعني رغبة في توحيد أي ممارسة طقسية فلابد عشان خاطر ننجح في هذا أن يكون المناقشة فيها مناقشة مبنية على أربع حاجات. الحاجة الأولانية هي ما تسلمناه، ممكن نختلف في التسليم أو الواحد نشأ في كنيسة كانت بتعمل إيه، لكن التسليم لوحده ما يكفيش، يحتاج إلى دراسة لتاريخ الطقس وأصله، وإزاي أن واحد يتتبع هذا الأمر منذ بدايته وكيف كان يمارس في الكنيسة. الأمر الثالث هو المفهوم اللاهوتي للطقس. المفهوم اللاهوتي للطقس لأنه الممارسات الطقسية بتعبر عن عقيدة وعن إيمان، ليست مجرد ممارسات اعتباطية. والشيء الراجع هي مقارنة مع الكنائس الأخرى. فلو حطينا الأربع حاجات دول مع بعض، ما تسلمناه، تاريخ الطقس وتطوره، لأن في حاجات تطورت وفي حاجات أدخلت وفي حاجات باقية منذ البداية. الحاجة الثالثة هي المعنى اللاهوتي للطقس، يعني دي تعني إيه؟ زي ما أقولك مثلا دورة، يعني إيه الدورة هتبقى بس جوه في الهيكل؟ دي تعني إيه؟ مثلا تمثيلية القيامة، إيه المعنى اللي بتوديه؟ هل ده حاجة عن الصعود ولا حاجة عن القيامة؟ وإيه معنى الحوار اللي بيدور؟ كل ده بيحتاج إلى أن احنا نتعمق في المفاهيم اللاهوتية للطقس، ثم نقارن مع الكنائس الأخرى اللي لها طقوس مماثلة، مش عشان خاطر نعمل زي ما الكنائس بتعمل، لكن عشان نعرف إيه الحاجات الأصلية وإيه الحاجات اللي هي استجدت. ننتقل